بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر للصف الثاني الثانوي. The new manager، المدير الجديد. نقط to follow a different policy، المدير الجديد يهدف إلى أن يتتبع سياسة جديدة. فطبعا يتجنب ولا يهدف ولا يفحص ولا expire، طبعا هتبقى aims اللي هي يهدف إلى، اللي هي بتاخد off بعدها. نقط in coffee، الحاجة اللي في القهوة دي والشاي بتساعدك انك انت بتركز شوية. طبعا الحاجة دي بقى الكافي ولا المقهى نفسه ولا الشاي ولا المية ولا مادة الكافيين. طبعا مادة الكافيين هي اللي بتساعدك على التركيز. It's your نقط that has led to your bad exams results، دي حاجتك انت بقى اللي خليتك اهملت في شغلك. طبعا بقى دي الكيرفولنس ولا الكيرلسنس، يعني حرصك ولا اهمالك ولا وجودك ولا صناعتك. طبعا ده الاهمال اللي قادك الى ذلك، اللي اداك نتائج سيئه. My parents، والدي. نقط about our success very much، طبعا نجاحي، يعني عايز يقول هم بيعملوا ايه لنجاحي كويس جدا. بيتكلم عن والديه، يبقى طبعا اللي بياخد حرف الجر about في اللي تحت دول care، عشان يبقى يهتم بيه او يعتني بيه. I am sure he left the door open، انا متاكد انه ساب الباب مفتوح. He intended to، هو ناوي على الموضوع ده، ناوي ان هو يسيبه مفتوح. يبقى يا ترى الكلام ده كان عمد بالعامد ولا كان من غير قصد ولا كان بنون دنية؟ طبعا كان deliberately، اللي هي تدي معنى عمدا، كان متعمد يعمل كده. We have to face problems، احنا مضطرين نواجه مشاكل. As long as، طالما ان هي ايه بقى، طالما ان هي تهتم ولا تنتهي ولا تتواجد، ولا طالما ان هي تبقى ملصقة معانا. طبعا طالما ان هي المشاكل نفسها تكون موجودة معانا، وإلا احنا مش هنهتم بيها. وين ذا كيتشن، لما المطبخ از نوت كلين، ما بيتنظفش كويس. ات بروفايدز نقط سويل فور هارمفول بكتيريا، يبقى ده هيجيب لنا بكتيريا. يبقى طبعا لو المطبخ ما تنظفش يبقى هيعمل لنا السويل دي، بتيجي مع التربه. ينفع معاها من اللي تحت كلمه فيرتايل، اللي هي خصب بغض النظر عن معنى الجمله. بعدين ذيس برودكت، المنتج ده نقط فيه خلال 3 شهور من الوقت، وهيصبح ضار بقى. يخبز ولا يتكل ولا يحفظ ولا ينتهي؟ طبعا هينتهي في خلال 3 شهور وبعدها هيبقى ضار. I was not for breaking the traffic rules، طبعا I was managed، I was manufactured، and I was fine، I was on، اكيد fine اللي هي يغرم، عاوز يقول يعني انا اتغرمت على اني كسرت اشارة المرور. بعدين بيقول I like the نقط، انا حابب النقط of mint، عايز يقول نكهة النعناع او طعم النعناع، يعني flavor يعني نكهة او طعم. crisps اللي هي الشرايح، recommendation التوصية، بوستر طبعا يبقى هو قصده على الفلوفر اللي هو النكهة. my brother works in the tourist نقط، he is a tour guide، يبقى شغال في tourist ايه بقى، industry، شغال في صناعة السياحة. تمام، قصدهم ايه، ان هو بيعملوا لها جذب وكده. I asked the chef، سألت الراجل الشيف about the نقط of the delicious dish، سألته عن الأسمدة بتاعت الأكلة دي، ولا خل الأكلة ولا مكونات الأكلة ولا كيميائيات الأكلة. طبعا سألته عن الingredients، المكونات. the نقط of the t-shirt says، الحاجة بتاعت التيشيرت دي بتقول ما تغسلوش في المية الدافية. إعلان التيشيرت، اعتناء التيشيرت، وجود التيشيرت، الليبل الملصق عليه، طبعا هو اللي بيقول ما الدين المعلومة يعني. I don't like cold drinks، ما بحبش المشروبات الساقعة. As they make it difficult for me to sleep، ما بتخلنيش انام كويس. خلي بالك بقى، هو المفروض انا طالما بتكلم عن المية الساعة، فانا بسميها الكربونيتد ووتر، اللي هي المياه الغازية اللي هي بيبقى فيها حبات الهواء اللي زي الساعة وكده. بس هو هنا بقى بيقول لي ما بتخليش انام، يبقى عايز الكافيين اللي هي بيها فيها كافيين، يعني اللي هي ما بتسهر. وي اول، كلنا عايزين نعرف ذا نقط اوف سيلينج يور كار، عايزين نعرف السبب ليه انت بعت العربيه. قال كنت عايز اشتري شقه، يبقى عايزين يعرفوا ايه بقى الايم، الهدف، عايزين يعرفوا الهدف مما مش جايب السبب، عايزين نعرف الهدف من بيع العربيه. دونت نقط ذيس كار فور لونج درايفز، ات بريكس داون اول ذا تايم، عايز يقول له ما تعتمدش على العربيه دي في المشاوير الطويله، بتتعطل طول الوقت. يبقى لا تغرمها، لا تعتمد عليها، لا توجد، يبقى كاونت اون اللي هي يعتمد على. معظم الاهداف او الاجوال، لا سوري، معظم جودز البضائع
وي يوز اللي بنستخدمها النهارده ار نوت ان تشاينا، عايز يقول لي مصنوعه في الصين، طبعا مصنوعه من خلال الات اللي هي زي ما شرحنا في الوحده مانيفاكتشرد. ماي ايز دونت سي، هو بيقول ان عينيه مش شايفه كويس. اني مور اي نيد، عايز بقى طبيب عيون يبقى مش شايفه بروبيرلي بطريقه صحيحه، مش بصحيه ولا بعنايه. القطن بقى از ناتشرال نقط ماتيريال، ماده كذا خام، بتستخدم في صنع الكلوز الملابس، يبقى اكيد مش قصده ماده متصنعه عشان ماده طبيعيه، يبقى قصده على رول اللي هي ايه لم يتم تصنيعها بعد، اللي احنا بناخدها مع ني يعني مع الطعام. كل منتجات الطعام ماست بي نقط so that the customer can know what the ingredients are. كل منتجات الطعام لازم تكون كذا علشان كده الراجل الزبون يقدر يعرف المكونات بتاعه الاكل دي ايه. طبعا لازم تبقى ايه، عايز يقول لازم تبقى مكتوبه، يعني لازم تبقى الليبل يعني محطوطه ملصقه على الطعام نفسه. A lot of new modern schools، مدارس جديده جديده should not to educate people، عشان تعلم الناس، يبقى المدارس دي لازم تتبني. طبعا should من الافعال الناقصه، يبقى لازم ناخد بي والبي بي في البناء للمجهول. طبعا should لازم تاخد بعديها بي وبعدين التصريف الثالث، فعشان كده هناخد بي والتصريف الثالث. My friend is very ambitious، صديقي طموح جدا. He wants to want to، الفعل want يريد ياخد بعديه to والمصدر في حاله المعلوم. في حاله المجهول بقى اي فعل ياخد to والمصدر، يبقى في حاله المجهول لازم ياخد بي والبي بي زيه زي الفعل الناقص، فعشان كده هياخد to be والبي بي. فهقول ايه بقى، فهقول يبقى فين بقى to be awarded، ايوه اللي هي منحه يعني، يبقى هاخد الاجابه دي. ماشي. النيو سوبر ماركت والنقط، طبعا هول يبقى نفس القاعده القديمه ان احنا هناخد بي والبي بي، يبقى طبيعي ان احنا هناخد ايه ويل بي اوبند. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هناخد ويل بي اوبند. اور هاوس، البيت بتاعنا از جوينج تو بي، نفس الموضوع از جوينج دي مستقبل زيها زي ويل بالظبط، يبقى عايزه بي والتصريف الثالث بتاعها، يبقى بي بينتد. ذا ديشز، الاطباق دي جمع، يبقى عايزه ام ار، ايوه كلهم ار. تمام، يبقى دي مش هتنفع اللي هي يوزد دي علشان دي ما فيهاش فيرب تو بي، هي واحده من دول بقى. ار يوزد تو بي واشد ولا ار واشد على طول ولا ار يوزد تو واش، هنشوف اخر الجمله. دايركتلي افتر لانش، يبقى هنا ار واشد بقى، يغسل مباشره بعد الغداء. اور هوم ورك، الواجب بتاعنا نقط ضم، او عايز اقول بيتعمل كل يوم. طبعا has to be done ممكن تنفع، اما مفيش ولا صيغه ثانيه تنفع، فهو عايز has to be على اساس ان has to تدي معنى يجب، واستخدم بعدها to وبي والبي بي اللي هو ده. تمام، كل الورك العمل can't not today، can't be finished، يا ترى can't be، طبعا can't زيها زي will، يبقى هاخد بي والبي بي بعدها، لا يمكن ان ينتهي اليوم. Some new workers، عمال جديد، may not next week، مي ايه بقى، مي امبلوي ولا مي مي، طبعا زيها زي ويل، يبقى هاخد بعدها بي والبي بي، مي بي امبلويد. They will not the cup if they win the match، هما سيعطوا، هياخدوا الكاس يعني، يبقى they will be given، they will be given، سيعطوا الكاس. I don't want، لا the match is not allowed، مش مسموح، not allowed تاخد بعدها to، وطالما تاخد بعدها تو المصدر يبقى اذا تو البي بي، يبقى هنقول ايه بقى؟ هنقول ذا ماتش از نوت الاود تو بي واتشد، ليس مسموحا ان يشاهد. هي هوبز تو، هو يتمنى ان هو هوب تو، يتمنى تو المصدر في حاله بناء للمجهول تاخد بي والبي بي نفس الطريقه، يبقى هي هوبز تو بي جيفن، يتمنى ان يعطى. I don't want to، نفس الموضوع، want to تاخد بعدها برضو بي والبي بي، يبقى هاخد برضو نمبر بي اللي هي بي deceived، انا لا اريد ان يسخر مني by appearance، بمظهر الناس يعني. I don't want to be deceived، اخدع يعني، اخدع بمظهر الناس، sorry deceived مش يسخر مني. All this heavy load، كل الشحنة التقيلة دي، كان نفس الموضوع بالنسبة لكان، يبقى لازم تاخد بعدها بي والبي بي، ممكن تحمل بكذا، هي موجودة الأولى اهي، بي والتصريف الثالث. هو مش عارف المعاصر مركز ليه قوي على الحاجات اللي بتاخد بعدها بي والتصريف الثالث. In order to do better، علشان تأدي جيدا، he needs to، محتاج ان هو
محتاج ان هو يتشجع بقى. نيد نفس الموضوع، تاخد تو المصدر يبقى تو بي ويل بي بي، نوت تو بي انكارج، محتاج ان هو يتشجع. تمام. موست اوف ماي فريندز، معظم اصحابي، كان نفس الموضوع، يبقى كان تاخد بي ويل بي بي، كان بي كونتاكت، يمكن ان يتواصل معه من خلال الايميل. اي هوب تو، والله نفس الموضوع، انا عرفت كده بصراحه هو ما قالوش غير بي ويل بي بي، يبقى بي ويل بي بي. ماي روم هاز تو، نفس الحكايه، هاز تو تاخد بعدها بي ويل بي بي في البناء للمجهول. اي اكسبكت، اتوقع، نفس الموضوع، اكسبكت تاخد تو المصدر، يبقى في البناء للمجهول تاخد بي ويل بي بي، يبقى تو بي جيف.